ايه قصة أم الغلام دي؟ أنا هحكيها زي ما سمعتها وأنا طفل في هذا المكان. في طبعا جامع ابن بردك بيك 865 هجرية، القرن الخامس عشر الميلادي، يعني العصر المملوكي، عصر الجراكسة. رغم أن اللي بناه الأمير بردك بيك، لكن كما حدث في جامع قزماس الإسحاقي اللي أصبح سيد أبو حريبة، الناس افترضوا أن هنا في مقام السيدة فاطمة ابنة سيدنا الحسين ابنة سيدنا الحسن ابن علي عليه السلام، اللي هو شقيق سيدنا الحسين، مقام السيدة فاطمة أم الغلام. طبعا ممكن ده يكون مشهد رؤية، لأنه تاريخيا لم يثبت أن السيدة فاطمة دخلت مصر. المهم أنه زي ما حدث في مسجد الرفاعي اللي بناته خشيار هارم، مسجد قزماس الإسحاقي أصبح اسمه أبو حريبة، حصل هنا برضه. اللي بنى المسجد أصبح معروف بس عند علماء الآثار، لكن كل الناس هنا بتعرف الجامع ده باسم أم الغلام. إيه حكاية أم الغلام؟ إنه أنا سمعت، أو يعني كان بيروى، إن كان في سيدة بتبيع في السوق، وكان لها ابن قاعد جنبها. فلما استشهد الحسين، سيدنا الحسين رضي الله عنه، في كربلاء، طارت رأسه من كربلاء إلى القاهرة، إلى مصر. القاهرة طبعا ما كانتش اتبنت في الوقت ده، لكن أهو ده الخيال الشعبي بتاع الناس. طارت في 40 يوم، قطعت المسافة في 40 يوم، وهي في الرأس تسبح بالشهادة، الشهادة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وحطت بجوار السيدة اللي هي أم الغلام، اللي كانت سيدة فقيرة جدا وبتبيع في السوق، وجنبها ابنها بيساعدها. فلما الرأس حطت في هذا المكان إلى جوارها، جاء جند يزيد بن معاوية يبحثون عن رأس الحسين، فافتدتها برأس ابنها، يعني قدمت رأس ابنها كبديل لكي تخفي الرأس الحقيقي لسيدنا ومولانا الحسين، وبنت عليه ضريحا اللي هو اللي احنا بنزوره دلوقتي. دي الرواية الشعبية، بحكيها بالظبط زي ما انا سمعتها من طفولتي. تاريخيا انه الفاطميين في اخر الدولة الفاطمية دفعوا مبلغ كبير جدا من المال، ونقلوا مقابله رأس سيدنا ومولانا من عسقلان إلى القاهرة في موكب كبير. هنا في روايات ممكن واحد يقول لك إيه مثلا، ده الرأس مش موجودة في الضريح، أو هي مش الحقيقية. أنا لا يعنيني هذا، لأني أنا دائما أقول أن الحسين مولانا وسيدنا ضريحه في قلبي، زي ما هو في قلب ملايين ملايين المؤمنين اللي بيتعاقبوا على كل فترات التاريخ.